لبنان بلد زراعي بامتياز، واشتهروا جدودنا بالزراعة العضوية اللي خالية من أي مواد كيميائية، واللي بيستخدموا فيها الأسمدة البيولوجية والنفايات الحيوانية والنباتية. ولليوم نحن مستمرين بالزراعة العضوية لنحافظ على أرضنا وجذور جدودنا. المقولة اللي بتقول العقل السليم بالجسم السليم بتفسر كيف عقلنا بيتأثر بجسمنا، يعني بالأشياء اللي نحن منأكلها، كمان بيتأثر بالأشياء اللي نحن منعيشها. الدماغ بيشتغل بطريقة أنه نحن بيتغذى من القصص اللي منعيشها، ففي هرمونات بتنفرز شغلة ترقلج المزاج. كمان الأكل اللي نحن منأكله هو بالنهاية بتحول بالجسم، بيساعد الجسم، بيساعد الغدد تحول هالأشياء اللي أكلناها لأمور بتفيد الإنسان، فبتتحول لنيورو ترانسميتر بتفيد، وشغلة كمان بتساعد ترقلج المزاج. ربنا قول اشتغلوا وملقوا الأرض خيرات كثيرة، قول ازرع ازرع لا تقطع. الفرق بين الزراعة العضوية والزراعة الغير عضوية أنه بالزراعة العضوية نحن بنستخدم مواد طبيعية للحفاظ على المحصول لتحميه من الحشرات ومن الأمراض، أما الزراعة الغير عضوية فهي بتستخدم مواد كيميائية للحفاظ على هذا المحصول. هيدا تراب أرضنا، ليكو الخيار، البندورة، البصل، البطاطا، الأكل. بتأملنا مدخول إذا كنا عم نشتغلها بطريقة تجارية أو غير تجارية، بتأمل مدخول للبيت بكلفة أقل بكتير. صحيح الإنتاج مثل ما بيبين، مثل ما مسوقين لنا إياه إنه بيبين إنتاج أقل جودة، بس هو بالعكس تماماً، هو الجودة الأكبر بالإنتاج العضوي. بيختلف الشكل شوي صغير، لأنه نحن ما بدنا ناخد الشكل، نحن عم ناخد النتيجة. نحن صحتنا أهم من الشكل، ما بدنا ناخد صورة نحن مع البندورة، نحن بدنا إياها توصلنا الدواء لجسمنا. المواد الكيميائية معقول تأثر على صحتنا على المدى القريب والمدى البعيد. بالمدى القريب فيها تعملنا إزعاج بالمعدة بالمصران، وعلى المدى البعيد معقول تعلي ريسك الكانسر وتعلي ريسك عدم الخصوبة. المواد الكيميائية اللي عم يستعملوها أول شيء بتتعب الأرض، كمان بتعطي ترجع للإنسان عن الفواكه عنا كلها فيها مواد كيميائية، وهيدي بتسبب أمراض سرطانية حتى بالدراسات الحديثة اليوم. بينما الأورجانيك تقريبا بقول أنا 95% صحي، يعني 5% بخليها لعوامل طبيعية ما بعرف شو بتأثر. حسب الإحصاءات اللي انعملت تحت الـ FIBL أي المعروف بالـ Research Institute of Organic Agriculture عام 2019، تبين أنه 72.3 مليون هكتار أراضي انزرعوا على الطريقة العضوية. أما المناطق اللي فيها أكبر عدد من الزراعة العضوية هن أوكيانوسيا، أوروبا، أمريكا اللاتينية، آسيا، أمريكا الشمالية، وأفريقيا. ووفاءً للبيانات اللي حصلت عليها الـ FIBL عام 2019، نذكر أنه أكثر من 91% من المنتجين العضويين بيتواجدوا بآسيا، أفريقيا وأوروبا. 35 سنة بالزراعة، قطع عن جدي وبي الزراعة، وما بستعمل إلا بالأرض إلا العضوة والزبل الجاز وبالبقر. مشينا من هذه ماشية من قديم وجاي، وهذه متابعة عنا فيها. بزرع صيفي وشتوى، صيفي بزرع بندورة وخيار وباذنجان وكوسة، وشتوي بزرع ملفوف وخص وحمض وسلق. هذا الفجل، هالبندورة تبع بلادنا بس أحسن من السوق. شفتوا فجلاتنا من الزريعة؟ يا راي هالخشات بيسو كل شيء. لك هلأ كان هالبصل هذا وين بدنا نلاقيه؟ وبحسب التقرير اللي أعدته DEFRA Department for Environment, Food and Rural Affairs عام 2006، انذكر أنه إدارة بنية التربة أساسية لحتى يكون زرعنا ناجح وناتج. إضافة إلى ذلك، كتير مهم أنه تكون بنية التربة بحالة جيدة، لأنها مسؤولة على مدخول الهواء والماء وتشبث الجذور.
نهاية، وحسب تقرير الـ DFRA، طريقة وتجمع التراب على بعض أي المعروف بالـ aggregation بتحدد بنية التربة. وصلنا لزمن صارت الزراعة خطرة بمحلات، عم بيستعملوا الأدوات الزراعية تساعد الزراعة على النمو بسرعة بس بطريقة مش صحية. هيدا الشيء عم بيأثر على الإنسان لبعد 20 و30 سنة، عم بيضطر يلجأ للأدوية تا يرجع يحسن صحته، لأنه هيدي القصص عم تربى بقلب الجسم وعم تتطور وتتفاعل مع الجسم لحتى توصل لقصص مش مزبوطة. خلقت ببيت أهلي بيزرعوا، أمي وبيي كانوا يزرعوا كل شيء، خضرة، كل المنتوجات الشتوية كمان. كنا تسليتنا الحلوة كانت وقت كنا أولاد صغار ننزل معهم على الجنينات على الحقلة نشوف شو عم بيزرعوا نساعدهم. من هون حبيت فكرة إنه أنا بعدين أزرع. في عنا كذا نوع تراب، نحنا مثل ما الكل بيعرف وبيشوف، حتى اللي ما بيزرع بيشوف إنه في كذا لون تراب بالأرض. بيختلف نوع التراب حسب نوعية الأشياء اللي بنزرعها فيها. فعادة التراب الأبيض مثلاً كإكزامبل بسيط، التراب الأبيض بيكون بيحفظ رطوبة أكتر، يعني بنعوز الأشياء اللي بنزرع الأشياء اللي فيه اللي بتعوز رطوبة أكتر، مثل عنا المقتة، عنا الثوم، بصل، هول الأشياء بتعوز رطوبة عالية بنزرعهم بالتراب الأبيض. بينما التراب الأحمر ما بيحفظ رطوبة، بينما في مواد غذائية أعلى بكتير، يعني اللي بيعوزه مثلاً للبندورة، للبطاطا، للخيار، هالأشياء بتعود مواد غذائية عالية كتير. التراب الأحمر بيعوض هيدا الشيء، بس بنضطر نزيد كمية المي. نحن وعم نزرع نحن بنعرف إنه بيطلع معنا كتير مخلفات زراعية، وراء، يابس، نبات خلص وقتها وقبعناها. نحن هولي بدل ما نكبهم نحرقهم ونقدي بالتالي لحرايق بار اكزامبل، نحن هولي كلهم فينا ناخدهم ونرجع نحولهم لتراب، ايه، بطريقة اسمها الكومبوستينج. بالكومبوستينج نحن عم نستفيد من كل المواد اللي طلعت معنا بالزراعة من مخلفات زراعية وغيره، إننا نشيلهم ونستفيد منهم ونرجع نحولهم لتراب. كيف؟ منحطهم بقلب كومبوست بين ومنحولهم مع الوقت لتراب. تيتحولوا لتراب نحن بدنا نمرق بمرحلة اسمها فيرمنتيشن لكل هالمواد لتتحول لتراب. عندي أنا السيكل كامل من ناحية أول شيء البذرة اللي هي أنا ما بشتريها من برا، أنا دايما بشيلها من الصفر، يعني بزرع البلانت من الصفر من البذرة، بوصلها للبلانت يلي بستعمل منها وبرجع بشيل منها كمان بذور للاستمرارية للسنين لقدام، لأنه أهم شيء نحافظ على نوعية البذرة كمان تكون أورجانيك، ما تكون معدلة وراثيا. لزراعة الثوم بتشارين منجيب الزبل منفلشه على الأرض، بتشتي عليه شتوي، منرجع مننكش الأرض، منتلمها، منكون محضرين الثوم، منزرعه سن 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 للثوم، بتمرق الشتوية عليه كلياتها. بالشتوية بيلزم له ننكشه مرة أو مرتين ونشيل العشب من بيناتهم، وعلى الربيع بآخر الربيع منشلطهم تنستعملوا الليمون تاني سنة. اهتمامي بالزراعة أباً عن جد، يعني أنا امتهنت الزراعة من أيام المرحوم بيي، كان عمري 7 سنين وما زلت حتى الآن لحديث سنة 77، صار ما بقى في إنتاج حيواني يكفي. وهجرت، وبعد ما رجعت من المهجر رجعت للزراعة، و90% زراعة عضوية. ما أعز من الولد إلا ولد الولد، عندي حفيد شايفي حالي فيه قد الدنيا وبيضل عندي، بس وقت بكون نازلة على الجنينة كمان ما بخليه وحده بالبيت، على التليفونات وعلى الآيباد بنزله معي على الجنينة، بيساعدني، صحيح صغير بس بيساعدني، بأرجي شو عم بيعمل، بيتفرج علي، تمشين يطلع كمان يحب الطبيعة، يحب الرزق. الزراعة بتلعب دور كتير كبير على نفسية الإنسان. ليش؟ إذا نحن بدنا نحكي ونعطي حقائق علمية، التراب حسب الدراسات بيعمل بوست للسيروتونين. شغل السيروتونين بالجسم يعمل رجلجة بمزاج الإنسان بالنفسية. فالتراب وقت الإنسان بيكون in contact مع الأرض، وقتها هو بيلامس التراب، فبيصير في عنا نحن بوست للسيروتونين، وهذا حسب دراسات علمية، فأكيد في له تأثير كتير كبير، والأرض بتعطي أكثر مما نحن بنعطيها. بالنسبة للزراعة مش إنه بس تنطلع الخضرة، الزراعة راحة نفسية،
نحن منرجع للتراب بالآخر، التراب منا وفينا، هيك بس امسكه منحس براحة نفسية، منحس إنه نحن قريبين من ربنا ومن الطبيعة. اعتمدت الزراعة العضوية بالأول ببويات على البالكو، ولما كتير انبسطت بإنتاج اللي عم بحصل عليه وخصوصي بالطعمة المميزة يلي بيعطيها الإنتاج العضوي، توسعت ومددت وكبرت، توسعت لأراضي ولأحواض أكبر وكبرت نسبة المحصول اللي عم بحصل عليه تيصير فيه إنتاج ذاتي. كمان إلى إفادة كتير كبيرة الإنسان وقت بيكون in contact مع الأرض. نحن بالعلاجات النفسية في تقنيات جديدة اسمها grounding exercises, mindfulness كتير بتفيد، يعني كل ما الإنسان كان نعمل exercises فيها relaxation فمندخل أصوات جاية من الطبيعة. هيدا نحن منكون بالكلينيك، فكيف إذا الإنسان كان بقلب الطبيعة وعم بيسمع أصوات فيها هدوء وفيها سكينة كتير بتأثر على النيرفس سيستم، وحسب ما أجت الدراسات كتير بتساعد إنه تعمل استرخاء وبتخفف كتير من القلق. أهم أحساس بتعطي الأرض هو الراحة النفسية قبل الراحة الجسدية، لأنه هي كمان الزراعة هي نوع من أنواع الرياضة ونوع من أنواع الميديتيشن إذا بدنا نسميها كمان، وكمان نوع من أنواع الدواء الصحي لجسمنا من ناحية الأكل إذا أكلنا عضوي. يلي بيميز الفاكهة العضوية عن الحلويات يلي فيها سكر هي إنه الفواكه ما فيها بقلبها سكر الأبيض، هي تحتوي على سكر الفروكتوز وأكيد بتحتوي على فيتامينات مفيدة للصحة، بس الحلويات هي عالية فيها نسبة عالية كتير من السكر الأبيض، وهو السكر مسؤول عن كتير من الأمراض وكمان مسؤول إنه يوطي المناعة. الأرض وقت الولد بيجي بيستعمل إيديه وبيشتغل ما زبطت هون بدي أرجع عيد، أنت عم تعلمي المثابرة، بتعلمه الصبر إنه أنا بدي أنطر لأحصد اللي زرعته، بتعلمه الشجاعة بدي أتحرك بدي روح بدي أجي. فهول القصص نحن كتير مهمين نبلش ببناء شخصية الولد. ليش؟ كيف إلهم نفس كيف إلهم تأثير على نفسية الولد؟ في شيء نحن بنسميه بالعلم النفس متانة نفسية. ليش بيقولوا قبل كانوا ماكنين نفسيا اكثر؟ ليش كانوا يواجهوا الصعوبات اكثر؟ لانه كانوا ان كونتاكت مع الارض، والارض بتزرع هالمبادئ بنفسيه الولد وبتكبر معه. الزراعه العضويه هي زراعه جدودنا. ما كانوا معقدين عيشتهم بشيء ولا كانوا مصعبين حياتهم بشيء، وكان الزراعه هي المصدر الاساسي لعيشتهم، فبكل بساطه بنزرع على طريقتهم مع شويه تعديل علمي اكثر وبيئي اكثر. نحن بهيدا المشروع اعتمدنا الزراعة الحديثة اللي هي الهايدروبونيك سيستم. نحن اعتمدنا الهايدروبونيك سيستم كرمال نقدر نعلي الانتاج بهيدا الخيمة، مثل ما لكم شايفين هون على شكل الأساطر على شكل درج بنزيد الانتاجية. هيدي الأساطر بقلبها مي، وهيدي الكبايات اللي موجودة هون هي الكبايات اللي بقلبها الشلش والتورب. هيدا التورب هو اللي بيحمي الشلش من التعفين، بيحافظ على الشتلة ومنعلي الإنتاجية. هيدي الزراعات تعتمد بأكثر شيء بالمناطق الساحلية والوسطية لأنه لا يوجد عندنا سهولة كبيرة نقدر نزرع فيها كميات، فمنضطر نلجأ للأدراج بالزراعة. هيدي الزراعة تعتمد على المي والكهرباء أكثر شيء. المي كرمال نقدر ننتج كميات كبيرة، والكهرباء كرمال نشغل الترمبات والسيستام تبع الكنترول، إن كان الحرارة، إن كان نتحكم بكمية المي اللي بتفوت، وهالقصص اللي بقلب الخيمة وبقلب الأساطر. قهوة التعينا بالقهوة وشربنا، هذا بدي شهر للفتوشات يرضى عليكم. هلأ أول شيء الفتوش
لايكو لايكو فجل بلادنا، لايكو خيار بلادنا، هذا من أرض جدودنا، مانو من محلات كاكين تحت هالنايلان بيطعمونا إياه تاني يوم مهتري ومكبوب. لك اشتغلوا يا لبناني، اشتغلوا بارضكم، اشتغلوا خصنا النسوان وهالشباب الله يرزقهم.